فترة جفاء بتحصل. أنا نفسي حصل لي فترة جفاء في وقت من الأوقات، وأحيانا بنكون على حق وأحيانا بنكون مخطئين، ما بنكبرش، بنرجع تاني النادي الأهلي. طالت الفترة ولا ما طالتش؟ وإمتى كان الرجوع؟ وهل تصورت إنه ممكن يبقى لك دور وتبقى مدير فريق الكرة النسائية في النادي الأهلي؟ خليني أقول لحضرتك، يعني قبل ما اجي كده قلت انا حاجه افتح قلبي في كل حاجه، يا ريت بقى افتح بقى، انا مش عايز اسال بقى، قول بقى. كان درس درس كان درس ودرس قاسي، وبشوف اللي هو احيانا مهما كنت بتعرف حاجات ومتعايش جوه النادي، بس بيبقى في حاجات انت بتتعلم منها درس. نعم. فاللي انا مريت بيه كان درس بالنسبه لي، اللي في بعض الامور انت لازم تتريس، لازم تاخد بالك، لازم تاخد بالك من تصرفاتك، علشان في الاول وفي الاخر كلنا واحد جوه النادي الاهلي. نعم. فما تديش سبيس او مساحه لحد يتدخل ويحاول يخلي فيه لغط وفيه كلام. عرفت تقفل بسرعه على الموضوع ده؟ جدا الحمد لله. عملت حاجتين بسرعه. اول واحد. حاجه السكوت وعدم الظهور الاعلامي، لان حد عايز يخليك تظهر ياخد بونت او يخليك تخطا. حلو. والخطا هنا ما بيتنسيش، خصوصا عند جماهير النادي الاهلي. نعم. ده واحد. اتنين، اللي انت تفضل طول الوقت على تبقى عارف قيمة النادي الاهلي وعارف قيمة رئيسه وقيمة جمهوره. فلما تظهر لازم تفضل بنفس الاتيتيود بتاعك وبنفس اسلوبك وبنفس طريقتك، حبك في النادي الاهلي تعبر عنه. وده اللاين اللي انا مشيت فيه. ما اعتقدش هتلاقي من نادر جدا او مستحيل ان انا اتكلم كلمة عن النادي الاهلي او على اي من اول عامل لغايه اكبر حد. صحيح. ده صعب جدا على اللي انا اعمله، خصوصا اللي انا طول الوقت شايف النادي الاهلي ده حاجه كبيره، وشايف اللي من غير النادي الاهلي ما كنتش وصلت لحاجات كتير في حياتي. يعني امتى حسيت ان الازمه انتهت، او انه الجفوه دي او الغضبه او الزعله او العتاب، خلينا نقولها احسن، العتاب ده انتهى، او اللقاء كان بينك وبين الكابتن محمود الخطيب؟ كان معاك لو تفتكر. فاكر؟ ايوه. كناش، كان في برضو يعني حاجات بسيطة، وكنت حضرتك مستضيفني، أنا استغربت جدا نفس الموضوع، وكانت حلقة جامدة جدا. نعم. وعملت نسبة مشاهدة رهيبة. الحمد لله. سألتني نفس السؤال، كان بعدها بيوم. أيوه. قلت لك الكابتن خطيب أخجلني بأدب. حصل. فاكر يا كابتن؟ حصل. فأنا كان بالنسبة لي عادي، شايف الموضوع بسيط، بس الناس مضخماه وتقال كلام كتير جدا مش كويس، وأنا ما عملتش الكلام ده أصلا. ثم قابلت الكابتن خطيب، جاي انا فتحت باب الاوضه في النادي فلقيته في وشي كده، فاخدني في حضنه. في اوضه الاعضاء. الاستاذ خالد. خالد مرسي. خالد مرسي. نعم. دلوقتي هو موجود، كانت الغرفه دي. وكان قاعد مع اصدقائه، وانا داخل عادي بفتح لقيت الكابتن في وشي. ترددت تخش؟ عارف كابتن؟ أيوة. انا جالي رجلي اتشلت ل 30 ثانيه. امشي اروح ارجع اقابلني. والله العظيم. فهو قام واقف وراح قال لي تعالى يا ابني. راح جاي ما اتكلمش خالص، اخدني في حضنه. قال لي عامل ايه؟ طمني عليك. قلت له مش محتاج اي حاجه، اي حاجه تكلمني على طول. انا بصراحه عارف الامانه. فتحت الباب وانا خارج، اتكلمنا شويه. وبعد كده خرجت الباب، عارف لما تحس انت مكسوف بتشر عرق كده، اللي هو ايه هو. فخلاص بقيت اتحطيت في موقف اللي هو ايه، انا ايه اللي انا عملته ده اصلا. انا حتى لو في اي كلها مشاركه مع ولاد النادي. نعم. لكن في الاول وفي الاخر في حاجات، انا قلت لحضرتك الجمله دي قبل كده، ما ينفعش ما تبقى ليك تاريخ وتعبت في النادي عملت، لا لازم تبقى في حاجات ما يصحش اللي انت تعملها اصلا. بس خلي بالك، يعني هي بتبقى تقديرات، وممكن يكون واحد اخطا التقدير. يعني هو انا ضد الاحكام النهائيه، يعني دايما ما بقولش، يعني انا ادي فرصه واثنين وثلاثه واربعه، خاصه لما يكون حد خدم النادي وحد تعب في النادي وحد عرق في النادي وحد جاب بطولات للنادي الاهلي، ف يعني حتى لو في خطا وكلها وجهات نظر، خلي بال حضرتك بالزبط. يعني فما المانع يعني، بس طالما انا خلاص شفت ان انا تقديري كان خاطئ وان انا قلت تمام يا جماعه، خلاص الموضوع بينتهي. يعني هو المشكله بالنسبه لي لما بتقعد كابتن، خلي بالك في حاجه ليها علاقه بسن النضج. نعم. انت ممكن تكون شايف حاجات كتير ومن وجهه نظرك انت مصمم لو انت غلط، ولما بتكتسب خبرات وبتسال الناس الكبيره دايما اللي هم بينصحوك النصيحه الصح. انا معترض تماما، انا بشوف الفيديو ده بتضايق قوي.
طريقه المسانده مش انا اللي عامل فيديو ايه يا عم؟ انا طلعت هاجمتك وانت طلعت هاجمتني. ايوه اصل خلي بالك يا شادي انا هتكلم معاك احنا مش على الهوا. ايوه كاننا مش على الهوا. ناس يقول لك انت فاكر قلت على شادي؟ اه قلت على شادي. وفاكر شادي قال عليك؟ اه في موقف وخلص. المشكله يعني الموضوع اصلي ايه؟ الناس متخيله انه اصل انت طلعت مره هاجمت شادي او شادي طلع هاجمك مره هنفضل قاعدين. تسمح لي اقول حاجه كده؟ اتفضل. اكيد ده حصل. اه طبعا. نعم. بس ايه المشكله؟ انا المفروض ان انا ما اكلمش كابتن شوبير طول حياتي وافضل ايه المشكله؟ نعم. واللي انا هقوله لا انا كنت طول الوقت قريب من اسره حضرتك. نعم. وهقول بقى ما شاء الله الاكل كان جامد جدا. فاكر طبعا مشاكل كل فتنور الدنيا يا شيخ. الله يكرمك. فتربطنا علاقه قويه جدا. مش معنى بنختلف لكن في الاول وفي الاخر انا دايما بقول كده يعني في النادي الاهلي كمان علمك لما حد يبقى كبير وداخل عليه انت لازم تقول كابتن. ما ينفعش. نعم. عمري في حياتي. نعم. لا اجرؤ اقول لحد باسمه. ده صحيح. اتعلمنا ده بره وجوه. وحتى لو في ناس بتحاول تبين ان الصوره مش كويسه لكن احنا ما عندناش الكلام ده في النادي.